إذا بركة الله بعد بداية الدرس واصل عمل الدرس، هذه هي البداية واصل عمل الدرس في هذه النقطة المهمة، قم بإكمال الدرس إلى في هذا النصف. إذا المشاهدين الفاضل، بعد الوصول إلى هذه المرحلة دائما وأبدا أقول لعمل الدرس، أقوم بضرب الضربة الأولى والثانية، بعدها ضع عين هذه العين التي أضعها متصلة مع العين الأخرى، ثم أقوم بتحويل المختار بهذا الشكل بهذه الطريقة، بعدها أقوم بعمل الدرس وأقوم بإكمال هذا الدرس. لعمل الدرس دائما يجب تلوية ودوران هذا المفتل الغليظ، ثم الضربة الأولى والضربة الثانية، بعدها الضربة الأولى في العين التي تكون متصلة مع العين الأولية، يعني العين تكون متصلة مع العين الأخرى وأواصل عمل الضرس من الأول إلى هذا الطرف الذي أنا فيه، يعني أقول إذا المشاهد الأفاضل بعد إنهاء الخيط قم بتجديد الخيط التالي وأضع الضربة الأولى ثم الضربة الثانية، ثم أقوم بإزالة الخيط الزائد على ورق. إذن في هذه المرحلة قريبا أصل إلى هذه النقطة المهمة، وهي إكمال الدورة، فهذا النصف تك الذي لدي له درس من جهتين، يعني الدرس يدور على النصف تك. إذا المشاهدين الأفاضل، وصلت إلى إكمال الدرس، إلى إكمال النصف دق، وصلت إلى نهاية الدرس، والآن مرحلة جديدة ومهمة، وهي الرصاص. دائما وأبدا أقول في عدة فيديوهات سابقة
لأقوم بهذا الخيط. إذن أقوم بهذا المخطاف هذا الخيط ويكون يعني خيط بهذه الطريقة ويدور خيط آخر. ها هو إذن ها هو هذا الخيط الذي يدور هذا الخيط وهو يدور بهذه الطريقة. أقوم بجذبه من هنا ثم أجذب هذه السنارة. إذن مشاهدينا الأفاضل أقوم بوضع المخطاف في هذا الطرف دوران النصف توك ثم أقوم بجذب هذا النصف توك وأضع هذا المفتل الغليظ في وسطه النصف توك يعني داخل الجنابة ثم أقوم بإثبات هذا الطرف من الأذنين. هذا يسمى طرف الأذنين. هذا الأذنين أما هذا فهو الطرف. حسب ما قلت لكم أضع هذا المخطاف الزائد هذا المخطاف الذي له على شكل سنارة أضعه في هذا الطرف في طرف الأذنين ثم أقوم بجذبه جيدا هكذا هكذا بهذه الطريقة. إذن هكذا إذن هكذا هو المخطاف ثم بجذبه من طرف الأذنين بعدها أقوم بوضع علامات بهذا القلم قلم أزرق مثلا أو القلم الأسود ووضع هذه العلامات. كل عين أضع أمامها علامة ثم علامة أخرى بعدها علامة أخرى كل عين ولها علامة أمامها وأستمر بوضع العلامات حتى إنهاء النصف توك. إذن بهذه الطريقة. أما إذا كان مثلا الجنابة ثوب أسود أو يعني لون غامق جدا فأقوم بوضع علامات بخيط الإبرة فهذه الجنابة فهذا اللون مفتوح يعني الأزرق مفتوح والقلم الأزرق أو الأسود أو الأحمر يعني يظهر في هذه الثوب يظهر في هذا اللون من الجنابة. وإلى هنا مشاهدين انتهيت من وضع العلامات ثم أقوم بعدها أقوم بإزالة هذا المخطاف الزائد وأستمر بعمل الدرس. كل عين أضعها لأقوم بلطقها جيدا بالخيط الإبرة أضعها في وسط العلامة. إذن بهذه الطريقة إذن هذه العملية وضع العلامات يجب مجموع
العينين في الدرس الأول يقابلان مجموع العينين في الدرس في مجموع عينين الدرس في الطرف الثاني من هذا النصف.